رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها كان من المقرر أن تنطلق هذا الصباح الساعة 9:30 بحسب نتائج الانتخابات، إلا أن تكليف السيد أمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بمهمة جعل اللقاء معه سيكون في المساء، ولهذا ستقع البداية بالحزب الذي يليه وهو حزب الاستقلال، ثم بعد ذلك تجمع الوطن الأحرار مع الاتحاد الدستوري، ثم بعد ذلك حزب الأصالة والمعاصرة، ثم بعد ذلك الحركة الشعبية. وستستمر هذه المشاورات غدا صباحا مع كل من حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية تباعا. سيد رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها تحدوه إرادة من أجل الإسراع بهذه المشاورات حتى يقع أولا تأسيس أغلبية قوية تتلوها إرساء مشروع حكومة هنالك حالة من التعبئة لذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية حتى نكون عند حسن ظن جلالة الملك وحسن ظن الشعب المغربي. شكرا. مكلف من طرف السيد رئيس الحكومة المعين بإعطاء التصريح. نعم سي مصطفى، خليك سي مصطفى.